كونك مختص بالاتصال المؤسسي، ليش اخترتم شعار حملتكم الإعلامية لهالسنة لبيك تطوعا وعبادة؟ جميل. احنا ممكن لبيك هو نداء هذا الحج وكل حج، وهو نداء المسلمين جميعا. لكن لماذا اخترنا تطوعا وعبادة؟ سوينا دراسة مسحية قبل فترة لقياس رضا المتطوعين الصحيين في الميدان، وكان من الأسئلة ما هي الدوافع اللي تدفعكم للتطوع. مثل ما ذكرت لك النماذج، بعضهم موظفين يترك بعد وظيفته يأتي ليتطوع، فما هو الدافع اللي يخليك تجي تتطوع؟ كان في عدة دوافع: الدافع الوطني، الدافع المجتمعي، الدافع الديني كذلك، الدافع العلاقاتي، المهاراتي، غيرها من التفاصيل. وجدنا أن أعلى دافع هو الدافع الديني والدافع الوطني وكذلك الدافع المجتمعي. فأتت هذه الحملة لنقول لبيك تطوعا وعبادة.